حقيقة خلاف شيرو مع سهر ورامي. شاهدوا المزيد من التفاصيل. البداية بهذا الفيديو راح يكون مع الجميلة لانا محمد اللي احتفلت مؤخرا بعيد ميلاد أولاد أختها ليليان، وقامت لانا بمفاجأتهم بكيك حفل عيد ميلاد وأيضا بالهدايا. نمر في هذا الفيديو إلى العرسان الحلوين شيرو شاهد اللي أعلنوا عن مفاجأتهم مؤخرا وكانت منتج للشعر. وانتشرت عدة إشاعات بعد إعلان شيرو شاهد عن المفاجأة إنه رامي ما عمل لايك على ريل شيرو شاهد وإنه في خلاف بينهم، لكن اتضح إنه رامي بالفعل عامل لايك على ريل شيرو شاهد مؤكدا إنه ما في أي خلاف بينهم وإنه الإشاعات المنتشرة هي إشاعات كاذبة، حيث حكى شيرو في مقابلته مع آسو إن الجمهور عم يفتن بينهم وعم يطلع إشاعات عنهم إنه في خلاف بينه وبين نارين. وأكد شيرو إنه ما في أي شيء من هذه الإشاعات، فشو رأيكم بخصوص هذا الخبر؟ نمر إلى العريس شيرو اللي كان اليوم عم يختار بدلة عرسه وعلق على إحدى الستوريات ممازحا جمهوره إنه هو راح يلبس بيجامة مع بدلة في عرسه.